بالنسبة لبابلز كالاستخدام لأي أم، يعني أي أم مثلا كالرضاعة، دايما بيحصل مشاكل في الرضاعة، يعني دايما الطفل بعد الرضاعة بيحصل زي بياخد الطفل لبن زيادة فبيرجع اللبن ده. فبرضو بالنسبة للموضوع ده لا، حطيتوه في الاعتبار الموضوع ده بالنسبة محتاج لبابلز؟ حلقة لوحده طبعا، ده كان محط دراسة، وطبعا احنا نفذنا فيه ان حافظنا سواء في البيبرونة بابلز كلاسيك او بابلز ناتشرال، ان الحلمة هنا او هنا تكون فيها صمام امان لتنظيم مرور الهواء، انه نحافظ ان الهواء باستمرار يخرج خارج البيبرونة، والطفل يمنع او يقلل كمية زيادة، ياخد كمية ان هو زيادة ياخد من كمية الرضاعة هواء مثلا أو اللبن. نهائيا. الطفل مش هياخد الهواء، مش هيدخل نهائيا مع الرضع، فبالتالي انا هقلل انسيدنس ان يحصل عند الطفل ده مغص او غازات. كمان هو يحافظ ان الطفل بس يعني تدفق، معدل تدفق الغذاء او اللبن او العصير لمعدة الطفل، فانا بينزل بطريقة معينة حسب مقاس، يعني في حلم مخصصة للاطفال من عمر شهر، وبعدين عمر شهر لثلاث شهور، بعدين عمر ست شهور، كل عمر ليه حلمة مخصصة بحيث تحافظ على تدفق الغذاء لمعدة الطفل، فتمنع انه ياخد كمية كبيرة مرة واحدة، وتمنع موضوع الترجيع، تمنع الغازات، تمنع الاسهال، تمنع المغص. بتتميز ببرونة بابلز كلاسيك ان هي ليها صمام واحد بينظم مرور الهواء بطريقة ممتازة جدا، ومقاسات مختلفة تناسب جميع اعمار الاطفال. بالنسبة للحلمة بننصح دايما الام انها تغير الحلمة كل ثلاث شهور، ما تزيدش عن ثلاث شهور ابدا، تقدر تنقل على مقاس اكبر ومسجل عليها من بره. البابلز ناتشرال فيها صمامين للامان وليس صمام واحد، لانها عريضه شويه زي ما قلنا، فبالتالي هي بتسمح بتنظيم حركه الهواء من داخل من خارج من داخل الببرونه لخارجها. الطفل بضمن بنسبه 100% انه بيوصل لمعدته الغذاء السائل فقط بدون دخول اي غازات، فبقلل المغص والترجيع وبقلل الحاجات دي كلها بالنسبه فعلا الموضوع للاطفال. ده بيقرق مهم جدا جدا، الام. مهم جدا. بالنسبه يا دكتور برضو للعماله المصريه، في تارجت معين، يعني تارجت معين بالنسبه لكم ان انتوا تصدروا خارج البلد مثلا بالنسبه للعماله؟ هقول لحضرتك، هو بالنسبه للعماله احنا طبعا اي شركه او اي مؤسسه بتشتغل صح بطريقه بروفيشنال بيكون راس مالها الاساسي هو العماله، القوى البشريه اللي موجوده. احنا ابتدينا، احنا حاولنا نعمل لهم تنميه بشريه محترمه، وعملنا لهم تريننج، سواء تريننج بروفيشنال على استخدام الماكينات بطريقه معينه والانتاج، الاهم من كده اداره الجوده. عندنا احنا بنشتغل بنظام الجوده الشامله، من اول دخول الخام الى المصنع بيخضع لمقاييس جوده والاختبارات ولطريقه تخزين معينه، ثم خروج هذا الخام للتصنيع والانتاج، كل خطوه عليها ثلاث مراحل جوده لمراجعه الجوده، مرحله اولى وثانيه وثالثه، فبالتالي بشتغل جوده شامله. بعدين في مرحله نهائيه، مرحله التعبئه اثناء تعبئه ببرونات بابلز او عضاده بابلز او سكاته بابلز، قبل ما بتدخل التعبئه النهائيه انها هتخرج خلاص ان شاء الله للمستهلك، بيكون عليها مرحله مراجعه لكل مراحل الجوده، وفي انسبكشن تام بعد كل مرحله. احنا العماله بتاعتنا حافظنا ان احنا ندربهم على كيفيه استخدام الجوده اثناء الصناعه، ويمكن دي من برضو المجالات الجديده هنا على السوق المصري، ان انا العامل بيتدرب ازاي يصنع دي وازاي يعمل دي، بس واحد زائد يمشي بالخطوه دي 1 2 3 وخلاص. نادر جدا وقليل لما هتلاقي اي مؤسسه او اي مصنع بيحافظ على بس روح الجوده والتيم وورك مع كل عمال المصنع، ان هم يقدروا ينتجوا منتج او يشتغل على المرحله اللي هو متخصص فيها بهذه الجوده. فالحمد لله احنا قدرنا ان احنا من خلال الخبراء الاجانب ومن خلال الخبراء المصريين اللي موجودين، سواء اشتغلوا هنا في مصر واشتغلوا بره مصر واكتسبوا خبرات عالميه، ان احنا نقدر الحمد لله نوصل فريق العمل بتاعنا لمستوى عالي من الجوده والحرفيه. وبالنسبه يا دكتور، يعني في خطه مثلا، خطه عاملينها بالنسبه للتارجت بتاعتكم ان انتوا بعد كده تعملوا منتجات اخرى للاطفال؟ احنا ابتدينا بالفعل اول لاين لينا دلوقتي او تحت الانتاج، ان احنا ننتج بيبرونا بابلز ناتشرال وبيبرونا بابلز كلاسيك وسكاته للاطفال بالوان مختلفه وبمقاسات مختلفه وعضاده كلها بمواصفات عالميه، ويمكن دي برضو اللاين اللي بحكي عنه، دي اول منتجات مصريه بهذه الجوده، واول منتجات في حاجات اول منتجات مصريه من نوعها اساسا. اللاين الثاني ان شاء الله اللي ممكن يشتغل في خلال من 3 ل 6 شهور هيكون فيه طبق مخصص لاغذيه الاطفال، مع معلقه مع الكفر بتاعه، مع كوبايه لشرب الاطفال، شفاط سادي وبودي سانا،
في مرحله ثالثه ان شاء الله عز وجل ان احنا نبدا ننشئ شفاط للمخاط وسلسله، يعني احنا عندنا بلان متكامله ان احنا نقدر نوفر كل البيبي فيدنج ستاف، كل المنتجات اللازمه لغذاء الاطفال منذ عمر اول يوم وحتى 8 سنوات.